سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بصحه وعافيه. بعد اسمحوا لي على الرداءه ديال الصوت، عرفتي التقلبات الجويه اللي كاينه في البلاد، فشويه السخونه شويه ديال البروده. دونك الواحد الا ما حافظش على راسو مزيان راه غادي يضرب البرد ويمشي له الصوت. دونك الموضوع ديال اليوم جاء تحت طلب بعض المشتركات. انا عارفه بزاف ديال الطلبات تطلبوها، وما بغيتش شي واحد يتقلق ولا يزعف، لانني كنشوف الطلبات اللي كيطلبوها الناس بزاف، يعني الحاجه اللي غيستافد منها اكبر قدر ممكن من الناس، سواء اللي مشتركين ولا اللي عاد غيشوفوا هاد لا فيديو. دونك لا فيديو ديال اليوم غادي تكون على التبييض ولا تفتيح منطقه تحت الابطين. قبل ما ندوزوا للطرق ديال تفتيح هاد المنطقه هادي، كيخصنا نعرفوا اولا كيفاش نقدروا نحميو راسنا من هذا المشكل. هذا من بين المشاكل الشائعة ولا العادات الصحية الشائعة اللي تتأدي أن منطقة تحت الإبطين تتصاب بالإسوداد وتتكحل، هي طريقة ديال إزالة الشعر في هذه المنطقة. الناس اللي شائع كيمشيو لابسط حاجه اللي هي الغازوار. بزاف ديال الناس، ما غاديش نقول كلشي، كاين بزاف ديال الناس كيمشيو للغازوار. المشكل في الغازوار مع الوقت كيزرق. في الاول تيبدا بحال كتحسي بالابيض ديالك بحال الحرش، في التالي تيحمر، وفي التالي ديك الحموره تتولي كحوله اوتوماتيكمون. دونك يعني باش نتفاداو هذا المشكل، هذا الناس اللي مثلا اللي عندهم هذا المشكل، انا غادي نعرض طرق التبييض اللي غتنفع ان شاء الله، ولكن البنيسات اللي عاد غادي يبداو انهم ينقيو هذه المنطقه هذه، من الاحسن انه نرشدوهم للوسائل اللي تتكون امنه، نبعدو من داك الغازو ونبعدو منه نهائيا، ونمشيو مثلا نزبط يعرفوا يديروا لاسيغ. كاين طرق ديال الازاله في يعني في 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 لي سونتر في المراكز، ولكن حنا بالنسبه يعني ما يمكنش تدي كل ساعه بنتك كل ساعه تديها، يعني عارفين التفكير ديالنا كيفاش نفكروا، ما كنهضرش على كل شيء. دونك على الاقل نديرو يعني نحيدو هذاك، نقيو هذيك البلاصه بلاستيغ، يعني معروفه. غير المشكل في البلاستيغ الا ما عرفتيش كيفاش ديريها مزيان في الدار، يعني داك الشعر تتحيدو بالجات، تيقدر يخرج الدم وداك الدم تيولي ترجع بالكحوله. دونك راه كاين دابا في الصالونات الدار رخيصه، ما كاينش شي عذري شي واحد يقول لك غاليه ولا، كلشي رخيص، كلشي في المتناول، كتبقى غير الاراده ديال الواحد. وتاكدوا ان بهذه الطريقه ما غاديش تدخل البنيته ديالك مثلا لواحد الدوامه ديال تولي تقلب على وصفات التبييض وتولي تشوف يعني لي برودوي اللي تيبيضو. بعدا تنحميو راسنا من الاول، هادي اول حاجه. ثاني حاجه نبعدو على لي ديدوغون ولا مزيلات العرق اللي فيهم الكحول. كاينين بعض المزيلات العرق اللي معروفينش، يعني تلقاهم في المالي اللي كيبيعوا المكياج، ما معروفش السميه ديالهم، ما عارفينهمش منين جاوا. فيهم نسبه كبيره من الكحول. في الواحد فاش كيخرج من الحمام وباقي ديك الحمامه مازال سخونه ورطبه، وتتنزلي عليها شبه هذاك الديدوغون، ما عارفاش تي اصلا منين جاي، فكتهيج. كما قلت راه تتولي في الاول حمراء، تتولي حرشه وتتكحل اوتوماتيكمون. دونك الا بغينا نديرو ديدوغون، كاينين بزاف ديال لي ديدوغون رخاصين ومرخصين من طرف يعني منظمه الصحه، وما فيهمش لا الكول وامنين. ما بغيناش نديرو الاشهار، ولكن كاين بزاف، كاين مثلا نيفيا، كاين دوف، يعني راه هاد الجوج هادو راه رخاصين يعني متناول الجميع، وما تيكحلوش الا درناهم، ما تيكحلوش. دونك هذه الحاجه الثانيه. دابا غادي ندوزو كيفاش نقدروا نبيضوا. كاين واحد الوصفه شائعه تيديروها البنات والعيالات زمان وباقيين حتى دابا تيديروها، هي وصفه ديال الشبه. الشبه المشكل فيها كاين اللي تيقدر يستعملها ما تدير له والو، يعني ما كتحرقوش، وكاين اللي كتحرقو. الا كانت الشبه تتحرق كيكفي انك تخلطيها مع واحد شويه ديال الحليب ديال الاطفال جونسون ولا، وديريها لديك المنطقه ملي تخرجي من الحمام، راه تتبيض. وواحد الشائعه عليها انها تتسد المسام، ما تتسد لا مسام لا حتى شي حاجه. اللي ما قدرش على هذه الوصفه هذه، كاين واحد البرودوي من واحد لاكام اللي سميتها يوسيرن بالانجليزيه ولا اسيغا بالفرونسي. هاد لا مارك هذه خرجت واحد سبراي، واحد تيدوغون، وخرجت واحد الرولر ولا ستيك بالدارجه ديالنا. ستيك هذاك بحال الفا، يكون فيه واحد الكره وتدوزيها على هنايا على تحت الابط ديالك. دونك هذا فيه الالويفيرا وفيه بعض الزيوت و ترونسبارون، ما تيبانش. اولا
تحيد العرق، يعني من ريحة العرق ما تتبقاش فيك، وحتى لا خرج داك الماء من تحت الابطين تيخرج ماء صافي، ما فيه لا ريحة لا حتى شي حاجة. طريقة الاستعمال ديالو باش نلقاو نتائج احسن، هو ملي تدخلي للدار بالليل غسلي دوشي بلا ترفي تحت بيطان ديالك وديريه، وفيقي الصباح لبسي التيشيرت تلبسيه ابيض، ترجعي المساء ما تلقي فيه حتى شي طبعه صفراء ولا شي طبعه هكا ملونه في التيشيرت تحت الابط ديالك، لانه اللي كيخلي ان التيشيرت يتوسخ العرق تيخرج موسخ، فاوتوماتيكمون غيتوسخ التيشيرت، هذا تينقي داك العرق تيصفيه وتا لا خرج تيخرج صافي، تلقاي التيشيرت ولا الملابس ديالك بيضين ما في اللون اللي خليتيهم ما تيصفروش. تاني حاجة انه تيخلي لك واحد الريحة، يعني طوال 24 ساعة تيخلي لك واحد الريحة هائلة، ما كاينش الريحة ديال العرق. تالت حاجة انه كيبيض، لان اللي فيه الالوفيرا وفيه المواد وحدين اخرين وزيوت اللي كيرطبوا هذيك المنطقة وتيعتنيو بها وتيبيضوها. هاد البرودوي هذا متواجد في لي بارا فارماسي، موجود، الثمن ديالو ما غاليش رخيص، سيرو سولو عليه وكوموندي، وراه تيجي في يعني البارا فارماسي اللي حداك راه غادي تجيبو لك يعني في ماكسيموم 24 ساعة 48 ساعة. زوين بزاف البنات وتيبيض تحت الابطين، يعني تجربة خاصة. من الاحسن انه تاخدي انا تنفضل ناخذ ستيك على هذا التيدورون، هما بحال ستيك بحال التيدورون كيف كيف، غير ستيك انا تنفضل ستيك، هذيك الرولر داك اللي فيه ديك الكره تي تيدور فوالا. فوالا انا غير تنأكد على طريقه الاستعمال، ما تستعملوش في الصباح ولا في وسط النهار، بالليل ملي تدخلي المساء طرفي صابونه ديال ديما صابونه ديال ميكوش فيها الريحه، طرفي مزيان وديريه، والصباح ردي عليا الخبر كما كنقولوا، كتبقى الريحه غزاله، ومع الوقت غتلاحظي ان دوك الكحوله اللي كانت تفتح غير بوحديتها، يعني بفضل هذا المونتاج هذا. فوالا هادشي اللي غادي نقول في هاد لا فيديو هادي، الا عجبتكم ما تنساوش ديروا اعجاب لا فيديو وتشاركوها مع الناس اللي تتعرفوا يعني باش الفائده تعم، وكذلك اللي عاد شاف هاد لا فيديو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه، تضغطوا على المربع الاحمر اللي كيكون تحت لا فيديو، وكذلك تضغطوا على داك الجرس صغير غتلقى وحده مربع الاشتراك، غير باش وقت ما لحتي فيديو جديده توصلكم في الوقت. سمحوا لي على الصوت، وشكرا بزاف على المتابعه، والى اللقاء.